بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. خلاص بدأ العد التنازلي للمباراة المرتقبة، المباراة الكبيرة، الموعد الكبير إن شاء الله يوم السبت القادم، نهائي دوري أبطال إفريقيا بين كايزر تشيفز مع النادي الأهلي على مركب محمد الخامس في الدار البيضاء. إن شاء الله المباراة هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة. قفلنا كل الملفات، الدوري العام، كل الكلام اللي بيتكتب في السوشيال ميديا، ولا حديث يعلو على حديث مباراة قمة إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز. بإذن الله يقدر الأهلي يحقق كل أمنيات وطموحات جماهيره في كل مكان. البطولة العشرة بطولة بالتأكيد الكل اشتغل عليها بشكل قوي جدا، لا يتبقى سوى التوفيق من عند الله. الكل بالتأكيد بيشتغل بشكل قوي استعدادا لهذه المباراة. هذه المباراة هي أصعب مباراة للأهلي خلال هذا الموسم، هي أقوى مباراة بيواجهها أو أقوى فريق بيواجهه الأهلي خلال هذا الموسم. فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا من الفرق اللي ما تقدرش تتنبأ أو تتوقع طريقة أدائها أو شكلها في هذه المباراة. عمل نتائج كبيرة جدا خلال دوري أبطال إفريقيا، لذلك هذه المباراة هي الأصعب والأقوى بالنسبة للنادي الأهلي في مشوار دوري أبطال إفريقيا، وهي مباراة الموسم، لأنها مباراة بطولة، مباراة ممكن تكون 90 دقيقة أو لا قدر الله ممكن تكون 120 دقيقة وركلات جزاء ترجيحية، لكن بإذن الله إن شاء الله كلنا ثقة في لاعبي النادي الأهلي يقدروا يعملوا مباراة كبيرة ويحسموا الموقف بإذن الله خلال ال 90 دقيقة، خاصة إن المباراة بدون جمهور، لكن بإذن الله كلنا إن شاء الله هنكون بندعم الفريق وخلف الفريق في هذه المباراة الكبيرة. نقدر نقول عنوان هذه المباراة اللي تخاف منه ما يجيش أسهل منه، فلازم نخاف من هذه المباراة، لازم نعمل لها اعتبار، لازم نحط في حسباننا ان فريق كايزر تشيفز من الفرق القويه. صحيح لم يتاهل من قبل لنهائي هذه البطوله المعدله منذ عام 97، هذه المره لاول مره في تاريخ كايزر تشيفز، فبالتالي عنده طموحات، عنده احلام، كل هذه الطموحات والاحلام كلنا حطينا في الحسبان وقابلنا اللعيبه والجهاز الفني عشان يقدروا يسعدوا جماهيرهم في كل مكان. جماهيرهم اللي كانت بتتمنى تكون موجوده في مركب محمد الخامس، لكن بسبب الاجراءات الاحترازيه للاسف المباراه بدون جمهور. حلقة النهاردة هيكون